السلام عليكم، معكم الدكتورة باسمة النابلسي، أخصائية نساء ولادي بمستشفى المانع العام في الدمام. اليوم حابين نتكلم بشكل عام عن صحة المرأة. طبعا صحة المرأة من المعروف أنها بتختلف عن صحة الرجل بسبب وجود حالات الحمل والولادة، الحمل وما يترافق مع اختلاطات على صحة المرأة، بدءا من ارتفاع الضغط لسكر الحمل لانسمام الحمل للارتعاش الحملي، أيضا فترة النفاس بتترافق مع حالات صحية للمرأة بدءا من نزوف في النفاس المبكرة والمتأخرة إلى الانتانات النفاس. أيضا هناك بعض الأمراض اللي بتخص المرأة وأهمها هي سرطانات عنق الرحم وسرطانات الثدي على رأسها، سرطانات الرحم وسرطانات المبايض، واللي حاليا الحمد لله بسبب الكشف المبكر عنها قلت نسبة الإصابة فيها. أيضا بعض الأمراض التي تخص المرأة هي أمراض ما بعد سن انقطاع الطمس أو انقطاع الدورة الشهرية، واللي أهمها هشاشة العظام، وأيضا أمراض الأوعية الدموية والقلب، كلها أيضا تترافق ببعض المخاطر على صحة المرأة. طبعا الفحص الدوري والمتابعة هي اللي حتقينا جميع هاي الأمراض. أخيرا بتمنى السلامة للجميع وكل عام وأنتم بألف خير.